بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علم الرياضيات لغات، أهلا بكم مرة تانية، ومعاكم مستر سامي كبير معلمي الرياضيات بالوزارة وعلى منصة البث الإلكتروني بالوزارة. النهاردة معانا أول درس في الألجبرا. إحنا كنا شغالين في السوليد جيومتري، والحمد لله خلصنا شرح السوليد جيومتري. هنبدأ النهاردة في الألجبرا، وليسون 1 بيتكلمنا على البرميوتيشن اند كومباينيشن. بدايه احنا هنتكلم على حاجه اسمها الفاكتوريال اوف ا بوزيتيف انتجر نمبر. الفاكتوريال اوف ا بوزيتيف انتجر نمبر ان ايكوال ذا برودكت اوف اول ذا بوزيتيف انتجر ليس ذان اور ايكوال ان. يعني اما اقول لك فاكتوريال 5 بتكتب على الاله ها زي بالمنظر ده، ودوت بجيبها منين؟ بكتب 5 شيفت على الباترن اللي هو مكتوب عليه اكس باور نيجاتيف 1. يعني هو بيبقى الباترن مكتوب عليه عمليه ثنائيه ثانويه مش اساسيه، اللي هي زي علامه التعجب كده، فبعملها شيفت. عند الزرار اللي في الاله في الصف الاولاني مكتوب عليه اكس باور نيجاتيف 1. يبقى فاكتوريال 5 معناها ايه بقى؟ هو قال لي the product of all positive integer less than or equal ال 5. يعني 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. إذا نقدر نقول أول رول فاكتوريال n عبارة عن إيه؟ وزي ما قلنا بيتكتب بالمنظر ده أو المنظر ده، n في n minus 1 n minus 2 n minus 3 لحد ما أوصل لكام؟ ل 3 في 2 في 1، لأن بضرب جميع الاعداد البوزيتيف انتجر من اول 5 لحد ال 1 او من اول n يعني لحد ال 1. طيب احنا عندنا الدرس بينقسم الى جزئين، بيرميوتيشن وكومباينيشن. اول حاجه اللوز اوف بيرميوتيشن، شرط اساسي ان ال n اللي احنا هنتكلم عنها والR بيلونج لزد بوزيتيف وال n جريتر ذان اور ايكوال للR. أول قانون ان بي ار، ان بي ار يعني ان بيرميوتيشن ار، ان في ان ماينس 1 ان ماينس 2 ان ماينس 3 اب تو ان ماينس ار بلس 1. وفاكتوريال ان احنا قلناه دلوقتي اللي هو ان في ان ماينس 1 ان ماينس 2 ان ماينس 3 اب تو 3 في 2 في 1. طب فاكتوريال ان ده ممكن نعمله ايه؟ ان فاكتوريال ان ماينس 1 او ان في ان ماينس 1 فاكتوريال ان ماينس 2. وال ان بي ار ليها كمان قانون فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ماينس 1. طب فاكتوريال 0 ب 1 وفاكتوريال وان بي 0 ب 1 وفاكتوريال 1 ب 1 وان بي ان ايكوال فاكتوريال ان. هنشوف كمان قوانين الكومباينيشن. احنا قلنا الدرس بينقسم الى برميوتيشن وكومباينيشن. ان سي ار ان بي ار على فاكتوريال ار، برضه احنا حاطين شرط اساسي ان ال n greater than equal r. n c r فاكتوريال n على فاكتوريال r فاكتوريال n minus r. طيب n c r equal n c n minus r، يعني ما اقول لك 5 c 3 هي 5 c 2 الفرق بينهم يعني. طب لو n c r equal n c x يبقى يا اما ال r equal x او ال r plus x equal n. قانون الريشيو ان سي ار على ان سي ار ماينس 1 ده بيساوي ايه؟ ان ماينس ار بلس 1 على ار. طيب واخيرا ان سي ان او ان سي 0 ايكوال 1 وان سي ار بلس ان سي ار ماينس 1 ان بلس 1 سي ار. وعاده ان سي ار دايما سمولر ذان اور ايكوال ايه؟ ان بي ار. يعني بيرميتيشن اللي هو ان بي ار بيجر ذان اور ايكوال ان سي ار. حاجه اسمها counting principle multiplication rule. في two rules multiplication لو نشوف عليها مجموعه example وبعدين الaddition rule. بيقول لي if a certain act can be performed in m different ways and a second act can be performed in n different ways. يعني في two act two action، واحد m واحد بيحصل ب m times واحد n times،
طب if the two successive acts can be performed in M multiply N. يعني يعني هما الاثنين لو حصلوا مع بعض يعني الاكت الاولاني اند الاكت الثاني يبقى ام ملتبلاي الام. شوف الكلام ده معناه ايه. احنا النهارده بنستاذنكم معانا مستر سليمان خبير معلم الرياضيات وهيشارك معانا بخبراته الجميله في الحصه. هنا بيقول لي how many different 3 digit number can be formed from the element of the set 1 2 3 4 5. طيب انا بقول لك ايه، كام عدد different متكون من 3 digits can be formed from the element of the set. طب احنا هنفتكر مع بعض 3 different digit number يا مستر سليمان يعني في كام خانة؟ 3 places اللي هم ايه؟ اليونت والتنس والهندرد. يبقى انا عاوز عدد او نمبر متكون من 3 places او 3 numbers او 3 digit اللي هم اليونت والتنس والهندرد، وعاوز يكون different. طب انا بعد المسألة دي ازاي يا مستر سليمان؟ النمبر فورمت اوف 3 ديجيت يبقى نمبر اوف ويز، يبقى خانه ال 100 يا مستر سليمان ليها كام فرصه؟ عندي 5 تشويز للخانه ال 100 وال 10 ال نمبر 1 يبقى 4 ويز واليونت يبقى كام؟ يبقى 3 ويز عشان انا عاوز ديفرنت ديجيتس، يعني عاوز الارقام مختلفه. اذا عدد الويز عشان اكون 3 ديفرنت ديجيت نمبر اللي هو 5 بي 3، يعني واحنا قلنا 5 بي 3 اللي هو ايه؟ بالميوتيشن ان انا بختار 3 من 5 يبقى 5 ملتبلاي 4 ملتبلاي 3 ايكوال 60. يبقى نمبر اوف ويز عشان اكون 3 ديجيت دول 60 ويز اللي هو الرول بتاعنا ان بي ار اللي هو ان في ان ماينس 1 ان ماينس 2. تمام. كمان اكزامبل أنا بدي فرصة للناس تقرا يا مستر سليمان السؤال، ماشي، ومستر سليمان هيقرا لنا السؤال تاني. How many 3 digit numbers between brackets repeating is allowed؟ يعني هنا مسموح إن أنا أكرر غير المثال اللي فات، اللي فات كان إيه؟ كان ريفرن. هنا مش مشكلة، ممكن أكرر العدد. Can be formed from the element of the set. The same set هي 1 2 3 4 5. هو الاختلاف هنا يا مستر سامي وبين اللي فات كان ايه؟ ان هناك ما كانش فيه ريبيتنج. هناك كان عايز ديفرنت. لكن هنا عادي ممكن العدد يتكرر معايا. طب انا عندي كام بليس يا مستر برضه؟ برضه هيبقوا 3 بليسز يونت وكانس و 100. يبقى اليونت ليها كام تشويه؟ 5. بقول له 5 لان انا بكرر العدد تاني ما عنديش مشكله. يبقى اذا 5 ويز في ال 100. 5 ways في ال 10، 5 ways في ال 100. هل ممكن اعمل دي برميوتيشن يا مستر سليمان ولا ما ينفعش؟ طب هو 5 5 5 لا 5 5 5 5 5 يعني 100 كام؟ 25. اذا هنا والجزئيه دي يا مستر هتوضح بعد شويه، اللي هي لما يكون عندي الريبيتنج از ايه؟ از الاود. يبقى زي ما قال مستر سليمان الاكزامبل ده مختلف تماما عن الاكزامبل اللي فات. طيب احنا اتكلمنا على الكاونتنج برنسبل اللي هو مالتيبليكيشن رول. طب هنشوف اديشن رول. يعني ايه اديشن رول؟ يعني التو اكتس بختار ده او ده. يبقى if a certain act can be performed in m different ways and a second act can be performed in n different ways then the number of ways to perform the first act or هناك يا مستر كان اند، فاند بتبقى ايه؟ ملتبلاي الاور هنا هتبقى بلس، يبقى ام بلس ان. ده الفرق بين اللي هناك واللي هنا. طيب هناخد اكزامبل على الكلام ده، هديك فرصه تقرا الاكزامبل ومستر سليمان برضو هيكمل معانا قرايه الاكزامبل. How many ways to select a four-person team of the same gender from class
of 9 boys and 6 girls. يبقى انا كده فهمت ان انا عندي كلاس فيه قد ايه؟ 9 boys and girl و 6 girls. انا عايز اختار ايه بقى؟ اختار اربعه والاربعه من نفس النوع. تمام، يعني يا بويز يا 4 بويز يا 4 girls. تمام. الاختيار في الاشخاص يا مستر سليمان لازم يبقى كومباينيشن، يعني ان سي ار، عشان هنا انا عندي لو قال لي number of ways to form the team all number are boys، احنا كان عندي كام بويز؟ 9 بويز، يبقى 9 سي 4. بالمناسبه 9 سي 4 يا مستر سليمان بتتعمل على الاله مش كده؟ عن طريق ايه؟ شيفت ديفايدد، يعني بدوس على الباترن بتاع ديفايدد، يعني بكتب ان شيفت ديفايدد هيديني سي، واكتب الفور هتبقى 9 سي 4. 9 سي 4 هتبقى 126. ده لو كان ايه بقى؟ الفريق متكون من بويز، ممكن يكون جيرلز لانه قال لي ذا سيم جندر، يبقى ذا نمبر اوف ويز، يبقى الحل ده او ده. نمبر اوف ويز تو فورم ا تيم اول ممبرز ار جيرلز. طب انا عندي 6 جيرلز وهم اربعه، يبقى 6 سي 4 ب 15. طب الحالات هنا يا مستر بقى النمبر اوف ويز كلها هعمل بلس ولا مالتي بلاي؟ عشان هو قال لي اور يا من ده يا من ده، يبقى كده نعمل بلس. يبقى اذا 9 سي 4 بلس 6 سي 4 او 126 بلس 15 ايكوال 141. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي يا مستر على البرنسبل اوف كاونتنج في حاله المالتيبليكيشن رول، وفي حاله ايه؟ الاديشن رول. تمام. في ريماركس احنا قلنا عليها بقى هنسمعها من مستر سليمان. مستر سليمان قال لنا الاثنين اللي هو في حاله اور، دي بتعني بالنسبه لنا المالتيبل اديشن رول ان كاونتنج برنسبل، لكن بستخدم اند لما يكون عندي المالتيبليكيشن رول ان كاونتنج برنسبل. يبقى دي الرول اللي مستر سليمان بناكد عليها تاني وتقراها تاني على مهلك كده، يوزنج اور يوزنج اند. تاني امتى بستخدم اور؟ تمام، كله بيقول اديشن صح. امتى بستخدم اند؟ تمام، في المالتيبليكيشن. خلي بالك وانت بتقرا السؤال كويس. نشوف اكزامبل، بيقول لي how many ways can three person be selected from five men and four women in each of the following. يعني دلوقتي انا عندي هي نفس الكلاس، انا عندي four men five men and four women، وعاوز اختار three person من الناس دي. بيقول لي ايه؟ the three persons are of the same gender. ده معناه ايه يا مستر سليمان؟ ان ممكن يكون ايه؟ بويز مان او وومن، او وومن يعني 3، يبقى 3 مان او 3 وومن. يبقى 3 اختارهم من الفايف، اور ال 3 اختارهم منين؟ من الفور. من الفور. يبقى نقدر نقول ان انا عندي هنا هتبقى 5 سي كام؟ 3 بلس ولا مالتي بلاي؟ هتبقى بلس 4 سي 3، عشان قال لي هنا فروم ذا سينجل. طيب احنا هنشوف الاجابه دلوقتي. طب only two person are of the same gender، يعني انا اختار اثنين بس من الجندر، يعني اختار ايه؟ اثنين من البويز، يبقى اكمل الفريق منين؟ من الجيرلز. يبقى تاني احنا اجابه السؤال الاولاني عشان ما ندوش اهوت، الجزئيه الاولى 5 سي 3 بلس 4 سي 3 ايكوال 10 بلس 4 14. انما السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ only two person are from the same gender. طب انا عاوز ثلاثه. ما هو قال لي بقى لو اخترت كام؟ لو اخترت two من المن تكمل الفريق منين؟ woman. يبقى انت محتاج one woman صح؟ يا اما تختار التو من الومن من الاربعه، يبقى انت محتاج one man. يبقى اذا هنا في حلين يا مستر سليمان. الحل الاولاني بيقول لي ايه بقى؟ 5 سي 2، انا اخترت كده من المين كام؟ 5 خدت منهم 2، بقيت الفريق هكمله يبقى مالتي بلاي 4 سي 1 بلس. ليه هنا قلت مالتي بلاي؟ لان ده بقيت الفريق بقى، ما انا اخدت 2 من واخد 1 وومن. ده الحل الاولاني. الحل الثاني برضه فريق كامل
هاخد ايه 4 C2 يعني هاخد 2 women يبقى كمل منين 1 man يبقى 5 C1 يبقى اذا انا الحل ده كان حل عشان اكون فريق بلس يبقى ده الاحتمال الثاني يبقى بلس يبقى ده هنا دخل لي التو رولز في بعض يا مستر سليمان عمل ملتبلاي في الاول عشان كان بيكمل لسه الفريق وعمل بلس عشان ده الحاله الثانيه اللي عنده الاختيار ليها. برضو احنا مستمرين في الاكزامبل يا مستر وهنشوف الناس تبص على الاكزامبل براحتها ونقراه. If a class contains 10 boys and 6 girls, then how many ways can we select a set consists of? Number one, A, 3 boys and 2 girls. اختاروا من مين؟ من ال 10 وال 6. يبقى انا اختار 3 boys من 10 boys واختار 2 girls من 6 girls. سؤال number B, 3 boys or 2 girls. يبقى تاني كده مستر سامح هنفكر ازاي؟ يبقى انا عندي في الاولى 3 boys and 2 girls. And يبقى الفريق كده 5 مش كده؟ يبقى هاخد ايه؟ 3 من البويز من ال 10 and احنا فاكرين بقى and لازم اعمل ايه يا مستر؟ multiply مش كده؟ يبقى اذا هنا هقول في فرق بين ال A وال B هنا or وهنا and. طيب number of ways to select two girls from 6 يبقى 6 C2 15 way. طيب انا عندي 10 C3 لان قال لي هتعمل ايه؟ هتختار 3 من البويز اند 2 من الجيرلز. طب انا عندي كام بويز؟ 10 يبقى 10 C3 بقيه الفريق يبقى لازم اعمل ملتبلاي لان قال لي اند 2 جيرلز يبقى 6 C2 يبقى عباره عن ايه؟ 120 ملتبلاي 15 1800 ways. طيب لو قال لي اور بقى number of ways to select 3 boys or 2 girls. طيب انا هختار ايه؟ اختار 3 boys يبقى 10 C3 or 2 girls or يعني قلنا ايه؟ بلس يبقى 6 C2 يبقى 120 بلس 15. طبعا احنا قلنا الحسابات دي انت بتعملها على الكالكوليتور عن طريق شيفت ايه ديفايدد ماشي كده وبالمناسبه البرميتيشن شيفت ايه ملتيبلاي ونشوف اكزامبل تاني بنقول باي هاو ميني ويز ا نمبر فورمد فروم تو ديجيتس باي هاو ميني ويز ا نمبر فورمد فروم ديفرنت تو ديجيتس or more يعني different to 2 digit or more يعني 2 digit ممكن 3 digit ممكن 4 digits خلاص طب ممكن 5 digits هنا ولا ما ينفعش؟ لا طبعا يا مستر مش هينفع عشان هما عشان هما 4 digits بس وقال لي different يعني مش ممكن اكرر يبقى اذا هنا لما يقول لي by how many ways a number formed from different to 2 digit or more يعني اقدر اقول 2 digit او 3 digit او 4 digit وده اخري. طيب ده permutation ولا combinations؟ طبعا permutation لان قال لي different يبقى اذا هنا انا عندي زي ما مستر سليمان قال عندي ثلاث حالات يا اما اعمل 2 digit different to 2 digit يا 3 يا 4 خلاص كده؟ طب انا عندي بختار من كام يا مستر سليمان؟ 4 هيبقى اول واحده 4 B2 اللي هي ايكوال 12 احنا قلنا البرميتيشن شيفت ملتبلاي والثانيه هتبقى 4 B3 والثالث احتمال 4 B4 بالظبط وفي الاخر بقى نعملهم كلهم ايه؟ بلس ولا ملتبلاي؟ لا ده دي كده سوليوشن يعني انا بقول لي ده اور ده اور ده يبقى ده اور ده اور ده يبقى لما اقول لك تو ديفرنت اور مور طبعا اور مور يعني ده اور ده اور ده يبقى عملناهم ايه بلس طيب
اكزامبل تاني بندي فرصه للناس تقراه. على فكره الاكزامبل ده جه في امتحان قريب الثانويه العامه. Find the number of ways to choose two different letters together or three different letters together from the element of the set A, B, C, D, E, H. خلي بالك انا بختار ايه؟ Two different letters. يعني لما تختار A وB ينفع اختار B وA تاني؟ اه ممكن ولا مش ممكن؟ ها؟ ما هو مش ممكن لان قال لي two different letters. يبقى A وB بس ما ينفعش B وA. طيب or three different letters. طيب اذا هنا الموضوع على شكل الست مش على شكل اوردر دبير. ايه الفرق بين الست والاوردر دبير؟ بالنسبه للست A وB هي B وA يبقى ما ينفعش ابدل. وA وC هي C وA يبقى ما ينفعش ابدل يبقى هما different letters. وطالما على شكل ست يبقى لازم ان سي ار مش ان بي ار. طيب انا هختار مره تو ديفرنت ليترز يبقى تبقى 6 سي 2 عشان هما 6 لتر. اور يبقى بلس اختار 3 لتر يبقى كام؟ 6 سي 3. الناتج هيبقى 15 بلس 20 يبقى كام؟ 35. يعني يا مستر سامي معلومه حلوه قوي حضرتك قلتها دلوقتي. لما يكون الاختيارات بتاعتي على شكل ست يبقى كومباينيشن. تمام. لكن لو اوردر كبير يبقى فرمنتيشن. تمام. يبقى نخلي بالنا الاختيار بتاعنا. ماشي. الاكزامبل اللي بعد كده. How many ways an even number and two odd numbers can be selected from four even number and five odd number. تاني. How many ways an even number يعني هو even even واحد. من كم واحد؟ Four even. من four even. تمام. And two odd number من كم odd number؟ Five. من five. تمام هنا؟ يبقى إذا هنا أنا هختار من الفور وان يبقى فور سي وان. وعشان قال لي ايه مستر اند بعمل ايه؟ بعمل مالتبلاي يبقى 5 سي 2 والناتج هيبقى كام؟ 40. تمام. برضه احنا لسه في مجموعه المسائل دي. How many ways a team of three persons from five men and four women؟ يعني ايه؟ انا عندي هنا team of three persons، انا عايز اكون team من ثلاث اشخاص. من كم راجل؟ من 5 men ومن 4 women بس بشروط. قال لي ايه؟ The team has only 2 men. يعني ايه has only 2 men؟ هو الفريق ثلاثة. يبقى أنا كده من المن من 5 men هختار 2. ومن women؟ واحد. وأعمل multiply ولا بلس؟ عشان هو لسه الفريق ما كملش يبقى لازم أعمل multiply. طب from the same gender؟ يبقى اختار الفريق منين؟ يا كلهم ايه؟ كلهم من المان يا كلهم من الومان 5 سي 3 و 4 سي 3. تمام. هاز امان ات ليست يعني ايه؟ ينفع مان ينفع 2 ينفع 3. 3 يبقى ممكن اختار ال 1 مش كده؟ اه او 2 او 3. ده الاجابه اللي احنا قلناها هنشوفها دلوقتي. يبقى هاز اونلي 2 مان يبقى 5 سي 2. يبقى خلي بالك ده شرط ما فيهوش اختيار تاني لان بيقول لي هاز اونلي 2 مين يبقى 5 سي 2. فين بقيه الفريق؟ الفريق ثلاثه. يبقى هاخد من ايه؟ ملتبلاي 4 سي 1. طب فروم ذا سيم جندر يبقى يا مين يا وومن مش كده؟ وهو الفريق ثلاثه يبقى 5 سي 3 و 4 سي 3. طيب هو بيشرح لي بقى الثالثه هاز امان ات ليست. زي ما قال مستر سليمان ممكن اخد 1 مان او 2 مين او 3 مين. طيب بس الفريق ثلاثه لما اخد 1 مان هكمل الفريق منين يا مستر؟ من التو وومن. طب لو خدت 2 مين هكمل الفريق منين؟ وممكن اخد الفريق من المين كلهم وما فيش وومن يبقى الناتج هيبقى عندي زي ما احنا شايفين 8. سؤال كويس جدا برضو. بيقول لي an exam paper contains 8 questions
The student should answer six of them. يعني هو عنده 8 أسئلة هيختار كام؟ 6 بس. بس in condition أو in the condition that at least two questions are to be from the first four questions. يعني يا مستر سليمان الورقة متقسمة دلوقتي 4 questions و 4 questions صح؟ أول the first four لازم ياخد منهم 2. لازم ياخد منهم 2. يعني ما ينفعش يقلل أو يزود لأنه قال له should be. How many ways can the student choose the questions to be answered? هو عنده 8 أسئلة، الأسئلة دي متقسمة مجموعتين، زي مثلا بنقول choose and say مثلا، الأربعة اللي في الأول هو هيجاوب 6 أسئلة، الأربعة اللي في الأول يختار إيه يا مستر؟ at least two، يعني ممكن يختار 2 أو 3 أو 4 أو 4 ماشي؟ يقدر يختار 5؟ لا هم أربعة بس. تمام، يبقى إذا هذا الولد يقدر يختار التو كويشنز فروم ذا فيرست فور كويشنز اند فور كويشنز فروم ذا ريست، يبقى 4C2 ملتبلاي 4C4 ايكوال 6. دي عنده حالة، ما احنا قلنا يختار 2 أو 3 أو 4 صح؟ يبقى الحالة الأولى اختار 2 من الأربعة اللي في الأول. عنده اختيار تاني ان يختار ايه؟ 3 من المجموعة الأولانية. يبقى as a student can choose 3 questions from the first 4 questions يبقى ناقص له 3 لأن هو عنده 6، يبقى 3 questions from the rest 4 questions. هيبقى كام يا مستر؟ 4C3 × 4C3 = 16. أو الحل الثالث إن هو يختار 4 questions من المجموعة الأولى. يبقى ناقص له كام كويشن من المجموعة الثانية؟ 2. يبقى 4C4 بلس 4C2 يبقى عنده 6. طيب number of ways بقى احنا المفروض ان احنا نجمع الحالات كلها. First case كان 6، second case 16، third case 6. يبقى summation بتاعهم 28 ways. يبقى عندي 28 ways to choose the question. تمام. طيب another example. A college student studies 8 subjects. الولد ده بيذاكر 8 مواد. And it is not allowed to move on to the next year، يعني ما يقدرش ينجح unless he succeeds in at least 6 of them. كلمة at least يعني ينجح في 6 على الأقل، بس ممكن ينجح في كام؟ 7، ممكن ينجح في 8. تمام. لكن ما ينفعش ينجح أقل من 6. يبقى لأنه at least 6، يعني لو جاب 5 بس يبقى دوت يعيد السنة. How many ways the student can move to the next year؟ يعني بكم طريقة يقدر يعدي السنة؟ زي ما قال مستر سليمان بقى، هو ممكن يعدي لو جاوب ايه؟ 6 أو 7 أو 8. يبقى إذا هنا الحالات the student must succeed in 6 or 7 or 8 subject from 8. تمام؟ يبقى إذا هنا لو عمل 8C6 و 8 أو 8C7 أو 8C8 يبقى عدد الحالات 7. هو جاوب لي بقى السؤال بطريقة عكسية، قال لي إيه؟ هو student cannot move if he failed in more than two subjects. يعني لو هو سقط في مادتين يبقى انا ممكن اتكلم على الحالات اللي هيخفق فيها. قدامه فرصه ان يخفق في 2 من الثمانيه عادي يعدي، او يخفق في 1 او ما يخفقش خالص وهو نفس الحل اللي فوق. وده برضه تقريبا يا مستر سامي القانون بتاع ان سي ار يساوي ان سي ار ان ماينس ار. تمام. يعني ممكن نستخدمه على طول للعكس. تمام. لو كده 8C6 هي 8C2، 8C7 هي 8C1، 8C8 هي 8C0. تمام يا مستر. عندنا بقى حالة اللي هي number of ways. احنا قلنا في الجزء الأول خالص يا مستر سليمان إن أنا ممكن يبقى فيه repeating وممكن ما يبقاش فيه repeating، صح؟ تمام. طيب
هنتكلم بقى في الجزئيه دي لوحدها اللي هي number of ways to select assemble with replacement or without. يعني ايه replacement اللي هو repeating، without replacement يعني without repeating. فبيقول لي when we choose R subject out of any subject we consider the following cases. عندي اربع حالات تعالى نتكلم فيهم مع مستر سليمان. If the selection is with replacement يعني repeating يعني تقدر تكرر تاني. And arrangement then the number of ways of selection is in power R. يعني انا بختار ايه؟ R R choice from N. عشان الموضوع يوضح احنا ادينا مثال يا مستر سليمان number of ways قريب من المثال اللي احنا حليناه في الاول. Number of ways to form a two-digit number. ما قاليش different. و two-digit number يعني كام بليس يا مستر؟ Two places, unit with tens. فرصة اليونت كام؟ Five ways with tens, five ways. يبقى five multiply five أو five power two. زي ما قلنا n power r. n اللي هي عدد الديجيتس اللي عندي. Power r عدد الايه؟ الاختيارات اللي أنا بختارها اللي هو قال لي two different digits. دي أول حالة لما يكون في replacement and arrangement. طيب الحالة الثانية بقى if the selection is with replacement برضه يعني في repeating بس without arrangement then the number of ways of selection لها قانون n plus r minus 1 cr ومديني example لمستر سليمان بيقول لي Number of ways to distribute three identical balls on four boards. يعني أنا عايز أوزع three identical balls في four boards. يبقى هنا الـ N بـ 4 والـ R بـ 3 ونطبق القانون اللي إحنا قلناه فوق. الـ N الـ R بـ 3 والـ N بـ 4 يبقى 4 بلس 3 ماينس 1 سي 3. يعني هتبقى 6C3 يعني 20 ways. تمام. الحالة التالتة if the selection is without replacement اللي هو قلنا عليها different بقى and consider the arrangement يعني في arrangement على طول ده بيبقى NBR وناخد example number of ways to park for cars in a parking area with 10 places هيبقى كام؟ 10 بي 4 واحنا قلنا 10 بي ار بيساوي ايه يا مستر؟ ان في ان ماينس 1 في ان ماينس 2 وهكذا يعني 10 باي 9 باي 8 باي 7 دي الاجابه 5040. الحاله الاخيره if the selection is without replacement or arrangement يعني لا في replacement ولا arrangement زي التيمز اللي بنكونها من الاشخاص ودي بنقول عليها ايه بتبقى ان سي ار يبقى number of ways for example to choose 5 person team can choose from 12 persons على طول هيبقى كام 12 is 5 equal to the number 92 تمام example بقى متعدد الحالات A rack contains 12 red balls and 8 white balls. Find the number of ways to draw 3 red balls and 2 white balls in each of the following. Number 1, considering replacement and arrangement. طبعا احنا قلنا في replacement وفي arrangement قلنا يا مستر يبقى ان باور ار على طول صح؟ يبقى 12 باور 3 multiply 8 power 2 لان هو برضو طبعا قال لي ان انا عاوز اسحب ايه 3 ريد بولز اند فعشان كده بنعمل multiply number 2 considering the replacement without arrangement على طول يبقى ان بي ار يبقى 12 بي 3 multiply 8 بي 2 بنفكر تاني ليه بنعمل multiply
عشان هو قال لي 3 ريد بولز اند ما قالش اور 2 وايت بولز. الحاله الثالثه وزاوت ريبليسمنت اور ارنجمنت، يعني لا فيها ريبليسمنت ولا ارنجمنت هتبقى ان سي ار. ان سي ار يبقى 12 اس 3 مالتبلاي اي سي. نشوف كده ان احنا غطينا الجزئيه بتاع البرميتيشن والكومبينيشنز والكاونتنج برنسبل. الجزء ده مهم جدا، دايما بيجي عليه اسئله في الامتحان، ناخد بالنا منه ونحل عليه اسئله كتيره، وان شاء الله نتمنى لكم في النهايه وقت سعيد جدا، وتكونوا مجتهدين وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نلتقي في الحصه الجايه ان شاء الله في مواعيد رمضان اللي هتنزل لكم على المنصه.